تاكسي تاكسي تاكسي. وين طريقك ابوي؟ سيف الدور العظميه. اطلع ابنك اطلع. شريطهم بهديك الحبه ما بدي اياهم، ضيعوا خليهم جنبي. لك لازم المسؤول خلفيته على الكرسي وعينيه على الشعب. ليش انت مين اخذ رايك اصلا؟ لحمو. طب انا من وين بدي اجيب خبرات سابقه اذا ما حدا وظفني بدون خبره سابقه؟ ايه نزلني على اليمين اخوي. ايه هون عندك على الاشاره. ايه هون عندك زفتري. ايه بالله تنزلنا عندك على اليمين. تاكسي. وين طالع ابوي؟ عم يسالون. هي اطلع ابن اخوي اطلع. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا ابن اخوي. اوف الشوش هالروايح الطيبة، والله شي بدني يا ابن اخوي. تفضل حجي تفضل. راديو صدى صحتين والف. انا ابوي عالبك عالبك. الشو انت هيك فراريت كني؟ ايه والله اليوم المرة ما جي عبالها تطبخ، قلنا بنخرب بقى نجيب لنا فروجة للولاد خطاي بفرحوا. ايه والله بدنا بنخربها. هو صاير الفروج وخلافه بتصر الظهر يا ابن اخوي. ايه والله مع انه عدت فترة شددوا عليهم ولهذموهم بالثار. ايه شددوا عليهم. قاموا هالتجار شددوا عليهم بالجيبة كمان، فردوا لهم كيسهم ودللوا لهم الرزقة. شلون يعني لك حجي؟ ايه يعني قبل كان موظف التموين يدخل ياخذ له 500 ورقة، 1000 ورقة انكترت. ايه هلا بعد ما صار الشغلة فيها تشميعة مخالفة السعر، صار صاحب المحل يزوزقه بالتلات 4000 ورقة على الماشي. يعني هاي التسعيرة الجديدة طمعت الموظف أكثر وغلبت المواطن زيادة بدل ما تريحه. بس والله ساعتهم معلقين لوحة الأسعار النظامية، يعني والله لازم يمشي عليها. الله يطفل بهالتجار وبهالفاسدين الماثقلين عجيب المواطن. والله وقت قال لي أسعار الفروجة وشفتها غالية مو مثل مسعرة كنت بدي أدق على الشكاء والتموين وأشتكي. إيه دق ذاتي بتفيدهم إذا دقيت. ايش بفيدون؟ هاي اللوحة تبعت شكاوي التموين ما بتنقرا مثل ما مكتوبة. لك شلون؟ لازم تكون اخي المواطن، في حال لديك اي شكوى اتصل بنا لنجي ناخذ الرزقة. بس ما بتخلى ابن عمي ما بتخلى. هي والله يا ابن اخوي لو خلياني ما كنا ضلينا عجرينا بهالازمة العدة. اوف الله يفرج احسن شي. مثلنا اي عندك. ايه تفضل ابن اخوي تفضل. شبت امور 400 ورقة. هاي 350 عاد الفراطة. هيرو معوضين الله يرزقك. عراتي الله يرزقك. تاكسي 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 تاكسي. وين طريقك ابوي؟ سيف الدور العظمية. العظمية. اطلع ابنك اطلع. شريطهم بهديك الحبة ما بدي اياهم، ضيعوا خليهم جنبي. لك لازم المسؤول خلفيته على الكرسي وعينيه على الشعب. ليش انت مين اخذ رايك اصلا؟ لحمو. طب انا من وين بدي اجيب خبرات سابقه اذا ما حدا وظفني بدون خبره سابقه؟ ايه نزلني على اليمين اخوي. ايه هون عندك على الاشاره. ايه هون عندك زفتري. ايه بالله تنزلنا عندك على اليمين.